صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا عبرة كل مؤمن ومؤمنا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز الله فوزا عظيما. إن أردت النجاة يوم المعاد جد بدمع على الإمام النوادي. لست أنسى حين أشخصه المأمون من يثرب إلى بغداد قد قضى في بغداد وهو غريب بفؤاد من شعلة السم صادي والتي قدمت له السم أم الفضل بغضا منها لأم الهادي. تركوا نعشه بقنطرة الريان ملقا آل الشقاء والعناد. فاستماتت أشياعه نحو حمل النعش كي لا يبقى رهينا الوهاد. ما بقى في الندد يثق عار الجسم تعلو على قراه العادي. تركوا جسمه ثلاثا وعلوا رأسه في رؤوس ثمر اصطعاد وسرى في نسائه حاسرات. يا لقوم بين الرجال بوادي وتراها يا خيرة الله في السن وستر الوجوه من الأيادي. مزقت يا دهر الخنا عصبة الأمجاد طيب حوت لابا وارض الطف الأولاد أرض الغريب نم أستاذ الراح وبغداد أم الرضا في وداتا الاحنا. ما ادري ايش جنيتوا في داركم يا اهل البيت ترى معاكم بالبلد ويدي تشتيت وش عليهم يا دار حتى استوفيت. ما ادري ايش جنوا وياك حتى تاخذ اقبال ولا
إلا فيها منهم رموز، منهم جماعة بكربلاء دفنا وبلا روس. يا هي مصيبة مصيبتي مدفون في طوس، يا نازح في طوس. حي الله حي ابيت عيوني للمجال موسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله اكبر، ومن قد سته عمان يفوح المساك الادبار. والله حسافه يا امامي ما حضرنا، ولكن المرجع لله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ورد عن سيدنا وإمامنا أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لو بقيت الأرض بغير الإمام لساخت، صدق إمامنا أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه. يدرك الإنسان جملة من القوانين والسنن المرتبطة بعالم الدنيا، المرتبطة بالكون، المرتبطة بالطبيعة. يوما بعد آخر الإنسان يتوصل على الكثير منها، يطالع في هذه الدنيا ويتأمل فيها فيتوصل إلى العلل وإلى الأسباب. ويقف الإنسان عند العلل والأسباب المادية، ولا ينفذ من ذلك إلى الأمور الغيبية، يتوقف فقط عند هذا القانون، قانون الجاذبية الأرضية، الغلاف الجوي المحيط في الأرض الضروري لحماية الإنسان من الإشعاعات المميتة، وكذا سائر الأمور التي يتوصل الإنسان إليها، وهي من ثمرات العقل البشري والعلم والحجاب وما إلى ذلك. لكن أين ما وراء هذه العلل المادية؟ أين الغيب الذي يسير هذه القوانين؟ إلا أن الإنسان في الغالب أنه يكتفي في الجانب المادي العلمي، ويترك أو يقبل الجانب المرتبط بالعلل الأساسية لهذا الكون. الله سبحانه وتعالى لم يسير هذا الكون إلا وفق الأنظمة صحيح، لكن جعل علل عظيمة، ومن ضمن هذه العلل الرئيسية والأم هو أن الكون قائم
على وجود النبي أو الرسول أو الإمام. وهذا ما سئل عنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن علة وجود الرسول والنبي، علة وجود الإمام، لماذا لا بد من رسول من إمام يجيب الإمام؟ فلا والله عليه لصلاح العالم، صلاح العالم، أن العالم لا يصلح إلا بوجود الإمام، إلا بوجود الإمام. فلو رفع الإمام ساعة لساخت، فهو علة. نحن نعلم ما ورد من الروايات وما ورد الأحاديث مثلا القدسية أن الله سبحانه وتعالى يقول عن النبي: لولاك يا أحمد ما خلقت الأفلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. الله سبحانه وتعالى جعل خلقة هذه الدنيا وما فيها كرامة لآل البيت، حدوثا وبقاء، حدوثا وبقاء، أنه البقاء أيضا بيكون يمسك الله السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ليش يعني الله سبحانه وتعالى يجعل البيت هكذا؟ هذه إشاءة الله سبحانه وتعالى. جعل وجود الإمام سبب لحفظ الدنيا وما فيها، ولهذا أيضا المؤمن يشير إلى أنه كان في الأرض أمامان قد رفع أحدهما، أما الأمام فعليكم الأمام الآخر، أما الأمام الأول فهو رسول الله، وأما الآخر فهو الاستغفار، فعليكم الاستغفار. وذلك قول الله: ما كان الله يعذبك وأنت فيه، ما كان الله يعذبك وهم يستغفرون. إذن أن الوجود الرسول أمان، وجود الإمام أمان للإنسان، فإذا هو علة للدنيا حدوثا وعلة لبقاء الدنيا استمرار، استمرار الدنيا بوجود الإمام سلام الله عليه. الأمر الآخر المرتبط بعلة التشريع وبعلة الإبلاغ والإنذار وإقامة الحجة، أن الحجة الله سبحانه وتعالى يحتج على العباد بوجود الإمام أو بوجود النبي، وجود المحكوم على الأرض. فلولا هذا الوجود لما احتج الله سبحانه وتعالى. أن الناس يقولون: يا رب لم تبعث لنا رسول، لم تجعل لنا إمام يهدينا إلى ما تريد. لم يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يسأل عن أنه لو لم يكن في الأرض إمام ظاهر يفزع الناس إليه في الحلال والحرام، شو يصير ما في إمام يفزع الناس إليه في الحلال والحرام؟ قال الإمام: إذا لا يؤمن الله بتكون عبادة الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض من دون إمام، من دون نبي، من دون حجة، لا يؤمن الله عز وجل، وهو السبيل والطريق إلى الله عز وجل. الأمر الآخر في وجود الإمام سلام الله عليه، أي إمام، وجود الإمام في حياته بركة على الإنسان، وبعد موته بركة على الإنسان. بمعنى وجود الإمام حفظ للدنيا وما فيها، وجود الإمام قدوة إلى الإنسان، يهتدي الإنسان بسيرته ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. وبعد غيب، بعد غياب الإمام وموت الإمام أو شهادة الإمام،
ألا إما يدعون لشيعتهم ولمحبيهم إن أن الأعمال كما نؤمن وقل أعملوا الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن الأعمال تعرض على أهل البيت لرسول الله وأهل البيت، فيستغفرون لشيعتهم في حياتهم وجودهم بركة وخير، وحتى بعد شهادتهم أيضا هنالك الخيرات الكثيرة في حياتهم، وحتى بعد وفاتهم. بعد وفاتهم ما نرى من العلقة القائمة بين المحب والوالي أهل البيت، العلقة الباقية المتمثلة في الولاء، المتمثلة في الزيارة، المتمثلة في التوسل، المتمثلة في هذه المعاني العظيمة التي تبقي الإنسان على الارتباط بأهل البيت، وفي ذلك ارتباط بالدين. ثم أيضا ما يرتبط بالآخرة، ما يرتبط بالآخرة حيث شفاعة النبي العظمى وشفاعة أهل البيت لشيعتهم ولمحبيهم. الذي جاء هذه النقطة الأخيرة، جاء رجل إلى الإمام سلام الله عليه إمام الجوان، اسأل الإمام ما لشيعتكم أو هل محبتكم تنفع في الآخرة؟ تنفعنا في الآخرة محبتكم خلافكم؟ قال أحدثك بحديث أن رجل جاء مضمون الرواية، جاء يسأل الذي كان يخوض ويمسك شابة الإمام الصادق سلام الله عليه، وقال أهبك ما أملك لقاء أن تخلي لي هذا العمل، أنا أريد أمسك الدابة للإمام خل الأموال العلمية. استفشل هذا الرجل، دخل على الإمام سلام الله عليه أخبره وقال له إنه وصلني خير، خير من شخص، أتمنعني ذلك الخير؟ قال لا، وصل خير أما أمنع. فأخبره بما قال الرجل، قال الأمر إلي، أراد أن ينصرف، قال لكن أنصحك لطول الصحبة، لطول الصحبة خدم الإمام واشتغل عند الإمام. قال له إذا كان يوم القيامة أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بحجزة الله، وأخذ أمير المؤمنين بحجزة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذنا من بيت الأئمة بحجزة أمير المؤمنين، وأخذ شيعتنا ومحبونا بحجزتنا، يدخلون مداخلنا ويخرجون من مخارجنا. الحجزة هي النور، أنه الله النبي يتمسك بنور الله، المؤمن يتمسك بنور رسول الله، الأئمة يتمسكون بنور أمير المؤمنين، شيعتهم وحبوهم أيضا يتمسكون بذلك النور، فيدخلون في مداخل أهل البيت. أين يكون أهل البيت في الآخرة؟ سمع من الإمام ذلك، فخرج إلى الرجل فقال دخلت بوجه وخرجت بوجه آخر، فأخبره عن مقولة الإمام سلام الله عليه، وأبى. يعني رجل يعيش عامل عند الإمام بعد أن تعرض عليه الأموال الضائعة، الرجل كان ثري، رجل ثري، أراد أن يحظى بخدمة الإمام سلام الله عليه، فأبى ذلك العامل بعد أن سمع هذا الحديث من الإمام سلام الله عليه. هكذا الإمام الجواد يخبر عن هذه الحديث. كذلك فيما يرتبط بعلاقة الإنسان المؤمن مع الأئمة عليهم الصلاة والسلام، هذا الارتباط المستمر الذي نراه دائم بين المؤمن وبين أهل البيت في طلب الحوائج والتوصلات. أبو الصلب
سجن. اللهم فرج عن كل معتقل سليم ضاق صدره في السجن. فكان في تلك الليلة ساهرا متوسلا داعيا يدعو الله عز وجل بالخلاص، فذكر محمدا وآل محمد. توسل بهم ما إن أتم توسله وإذا بالإمام الجواد سلام الله عليه دخل عليه فقال له ضاق صدرك؟ قال إي والله في السجن آلام شدائد وعذاب، طبيعي الإنسان المؤمن يضيق صدره. قال إي والله، وإذا بالإمام سلام الله عليه يأخذ بيده يضرب الإمام على الأقفال فتحت الأبواب وأخرجه وخرج معه والجند والمكلون ينظرون إليهما ولا أحد يكلمهما، ما أحد كان يكلمه، وخرج وقال الإمام لن يأخذ إليك أحد منهم، وخرج طلع توسل بالإمام. محمد بن ميمون كان راجع من الإمام رضا سلام الله عليه متوجه إلى المدينة، فطلب من الإمام رضا اكتب لي كتابا إلى أبي جعفر، اكتب لي كتابا إلى أبي جعفر. قال عيوني كانت مبصرة وشان لا أرى شيئا، فكتب له الإمام كتابا إلى أبي جعفر الثاني الإمام الجواد سلام الله عليه. رحل الإمام في المدينة سلام الله عليه، فجاء الخادم أخرج الإمام وفتح ذلك الكتاب قرأه، فسأله الإمام، الإمام كان طفل صغير، قال له ما حال بصرك؟ فقال اعتلت عيناي فلا أرى شيئا. فمسح الإمام سلام الله عليه إمام الجواد مسح على عينيه وإذا به يهتد بصير يرى كل شيء بعد تلك العلة ببركة يد الإمام ومسح الإمام سلام الله عليه وسلم. هكذا نجد علاقة الإنسان المؤمن في الارتباط بالإمام وببركات الإمام سلام الله عليه. كان بالمرتبط بالتشريع ومعرفة الحلال والحرام، معرفة الحلال والحرام. دائما نسمع أن في السيرة بأن الإمام سئل 30,000 مسألة وأكثر، أكثر المصادر المصادر التي تذكر وعلماء ومجتهدون يذكرون وفي كتب السير يذكرون، يعني مثلا بل توقف الله اشرنا اليها في السنه السابقه ان العلماء توقفوا عند هذه الروايه ما كذبوها، ماذا ما تعقل ما تدخل في المخ، لا حول يوجهونها يعني 30,000 مساله يسال في مجلس واحد. فنقل كلام المجلس وغيره من العلماء والفقهاء توقفوا وحللوا هذا في روايه موجوده، يعني ان الامام يسال 30,000 مساله. بعض الناس يجي يقيس الامام على مثلا اكبر عالم في هذا الزمن او اكبر فقيه، ويكتب ان الفقيه انه عنده رساله عمليه وفيها كم الف مساله، حتى ممكن ينسل وش فتوى مالك والمراجع، انا راجع المساله والفتوى وهو كاتب منها توصل الى الادله مالها، يعني ما يمام في مجلس واحد يسال بلا تلكؤ، مو بس الامام الجواد سلام الله، كل اهل البيت لا يتلكؤون في الجواب، لا يتلكؤون في الجواب
أعطاهم الله سبحانه وتعالى خزائن العلم والمعرفة، فبالتالي من الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه المعارف الجمة الكثيرة. حاول طبعا بعض الناس أن يوجهوا توجيهات، بعض مثلا بعض التوجيهات اللي ما قبلها العلماء واعتبروها من التوجيهات الصوفية، يمد في الزمن، الزمن هي ساعة مثلا، لكن يمدد هذا الزمن بدون ساعة واحدة، يصير مثلا 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات. على كل حال وتوجيهات أخرى، بعض يقول أنه الإمام مجيب بما في النفس، بما في نفس أولئك، أو أنه يجيبهم قبل أن يسألوا فلان كذا فلان كذا. على كل حال مهما تكون التوجيهات، بعض التوجيهات يقول أنه المجلس واحد ولكن الزمن مختلف. نتيجة علم أهل البيت علم كبير، وهذا مثل ما محمد بن مسلم وزيادة، واحد يقول عن الإمام حدث الإمام 30,000، واحد يقول 70,000. حتى لو حمل على التكثير، كم كان علم الإمام علم عظيم وواسع وبحث كبير، يلجأ أعداء أهل البيت إلى أهل البيت في علمهم، يرون أنه لا بد لهم من الرجوع في الحلال والحرام في المسائل المستعصية لآل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأهل البيت شوف يأتي منهم ذلك العلم ويظهر منهم ذلك العلم. بالله عليك أن يحيى بن أثم قاضي، القاضي والإمام سلام الله عليه كان صغير في السن، والإمام كم عام؟ 25 سنة، 195 هجرية كانت ولادته، وشهادته سنة 220 هجرية، 25 سنة عاش الإمام سلام الله عليه. وقاضي يعني بالنتيجة مقدم عند السلطان، مقدم عند من يراه عالما كبيرا في علمه واسعا في علمه، يناظر الإمام سلام الله عليه حول القبر، حول قبر النبي، كان يطوف الإمام الجواد حول القبر وكان يناظره ويسأل الإمام، والإمام قاعد يطوف بالقبر الشريف، يمر بالقبر الشريف ويسأل مسائل مناظرة، مناظرات مسائل عدة، وقال بقيت مسألة أستعين، قال أجيبك قبل أن تسأل، تسأل عن الإمام أجابه أنا، قال أريد على من، فقال الإمام هذا الرجل يريد على من، وإذا بالعصمة تتحدث في يد الإمام وتقول إنه إمامي. شاف يعني بعد الإمام يجيب أو يأتي بدليل بين واضح صاحب العقل واللب يؤمن أنه هذا إنسان مأخوذ وأن أمره إلى الله عز وجل، ولا كيف في هذا العمر توصل إلى تلك الإجابة وتنطق العصا في يد الإمام سلام الله عليه. أروا من الإمام الآيات الظاهرات، كيف أفحم العلماء يحيى بن أكثم في الحادثة المشهورة قضية المحرم الذي قتل الصيد، وهذا كان بنو العباس أرادوا أن يختبروا الإمام فيه، وظهر الحضور يعني ظهر الحضور وظهر المأمور بعلمه وبمعرفته، وتم التزويد من أم الفضل، وهكذا كانوا يرون علم الإمام ومعرفة الإمام. هذه العلم أو هذا العلم المتوارث الإمام فقط، الإمام جواد، الإمام الرضا، بقية أهل البيت، كل أهل البيت علماء و يعرفون الحلال والحرام، وقد أعطاه الله عز وجل من العلوم الواسعة عندهم تلك
خزائن العلم والمعرفة عند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويتوارثون الكمال والعلم. يرى أحمد ابن داود أو دؤاد، يرى هذه المسألة وجواب الإمام. ما اعترى أحمد ابن دؤاد أو داود، ما حد لم يعترض أحد منهم على ما قال الإمام في مجلس المعتصم، يعني في قضية قضى الأستاذ، ما حد تكلم وما حد على الإمام. ليش؟ لأنه علموا بأن الإمام الشيء الذي قاله في قضية الأستاذ، واستدلال الإمام المساجد لله كما كان الله يدرك، بأن الإمام أجاب واستدل من القرآن الكريم وهم البيت أعرف بالسنة، لم يعترض أحد منهم على الإمام الجواب. لكن الحسد الموجود في القلوب والحقد على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يدفعه يأتي إلى المعتصم ويختلي به ويقول له بأن نصيحة أمير المؤمنين واجبة، والواجب ننصح أمير المؤمنين، إذا بعد أمير المؤمنين نصيحته واجبة، وأعلم بهذه النصيحة أني أدخل النار. كيف أنا هو أمير المؤمنين وكيف هي نصيحة وتعلم بأن هذه النصيحة تدخلك النار؟ يعني معناته شنو؟ تنقض في تنقض، يعني معناته الذي تفعله عمل لا يرضي الله عز وجل، وأن هذا ليس بأمير المؤمنين. هو أمير المؤمنين ولا حظ له في أمة المؤمنين شيئا. فأخبر أبوه عن هذه الحادثة، يعني كأنما هو غائب عن الباب. شلون تترك أقوال العلماء وتأخذ بقول محمد بن علي؟ كيف تفعل هكذا؟ وفي المجلس الكبرى والوجهاء والأعيان، يعني معناها أنت تثبت مذهبهم، تدعمهم في هذا أخذ بقول الإمام الجواد سلام الله عليه. وهنالك من يقول بإمامته، كأنما كان الأمر غائبا عنه. هذه مسألة علمية، خذ ناقش الإمام، عندك اعتراض؟ اعترض على الإمام، قول ليش؟ لماذا ذهبت إلى هذا الرأي؟ لكن أحداث في القلوب، ويعلمون بأن أهل البيت هم على حق وأنهم على باطل، وأنهم على باطل، وأنه بهذه النصيحة سيدخل النار لكن الدنيا. وإذا به يؤث إلى أم الفضل بأن تسم الإمام سلام الله عليه، علم ما في قلبها من غيرة من أم الهادي، سبحان الله، شرف مقترنة بالإمام، ورأيت من الإمام تلك الفضائل والمناقب، حدثت أباك عن أنه يسب العباس وكذا وكذا، وقام وهو مخمور وقطع الإمام بذلك السيف، ثم رأيت أن الإمام لم يصبه شيء، رأيت هذا بأمي يريكم، ومع ذلك يعني الشقاء، الإنسان سيطر عليه الشقاء وخف السريرة يجعله يقوم بهذا العمل. تقدم للإمام عنبا طازقي عنب مسموم، أضم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. قدمت إلى الإمام ذلك العنب المسموم، عنب رازق تجرعه الإمام سلام الله عليه، شعر بوقع تلك السموم على أحشائك كأنها تقطع بالموسى وبالسكاكين.
لم يرحموا شباب الإمام، غربة الإمام، بعد الإمام عن مدينة جدة في ريعان الشباب 25 سنة. قال لها الإمام: قتلتيني، قتلك الله، اسقيني شربة من الماء. أغلقت الماء على الإمام سلام الله عليه، وبقى الإمام يجوز بنفسه. عظم الله لكم الآن وأحسن لكم العزاء، كأنني يتقلب يمينا وشمالا على فراش الله. عرق جبينه، سكن أنينه، قرأ شيئا من القرآن ثم فاض. تركوا نعشه بقنطرة الريان ملقى آل الشقاء، والعنادي على هل من منادي ينادي وإماما. وسيدا جميل يصرخ في السماء العليا: مات الجواد من الضام البغيلة، من أولادك مات يا زهرة الحزينة. نسمع يا زهرة بالاسم موزعينة، ليتك حضرتينا قبل ما غمض عينه. وحدة يلوج بحجرته مغلوقة الباب، والجسم متورم يا زهرة، والقلب ذا ما حد حضر عنده، وسقى قطرة مية. موتة ولادك يا بتولة تشعر الروح، مسموم هذا وذاك يا ام حسين، الأحداث.
بشط فراتي ما غسلوا وما لفوا بكفن يوم الطفوف ولا مدوا علي رداعا تجول عليه الخير. اللهم فرج عنا اللهم اشف هذه الأمة وهذه الأمة، خلص أخواننا المؤمنين والمؤمنات من أيدي الظالمين، ارحم شهداءنا، ارحم موتانا، افتح أيدي الطلعنا أن تصل إلينا بسوء آمنا في أوطاننا، تغفر لنا ذنوبنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، وإلى من مات على الإيمان لا سيما موت الحاضرين وموت المؤسسين رحم الله من يقرأ المبارك الفاتحة قبلها والصلوات على محمد وآل محمد.